في رأي يعني أنا قريته في كتاب إن واحد فيلسوف مش فاكر يعني بيقول إن الرومانسية ما بتنشأش غير في مجتمع طبقي. مجتمع طبقي. آه يعني لازم يبقى فيه طبقية أو على الأقل فيه ناس فوق قوي وناس تحت قوي. فهي دائرة الرومانسية. طب احنا عندنا الموضوع ده. آه ما أنا بقول عشان كده فممكن يبقى فيه رومانسية لأن فيه ناس ما معهاش وفي ناس معاها. فلما اللي معاه ده يحب واحده من اللي معاها واخد بالك ازاي اللي ما معهوش يحب واحده من معاها وهقول لك على حاجه اللي معهوش ما يلزموش يرسم على كبير اه والله بيبسم. ربنا سهل هي بس الحياه عايزه تنتعش يعني يبقى فيه فلوس هو فيه لبس وكده وبهجه الحياه تبقى مبتهجه كده وسعيده. طب انت كويس انت المره دي قلت فلوس ولبس المره اللي فاتت قال شقه في العجوزه. ايوه ما هي ما هو واحد يبقى معاه فلوس ولبس ما يجيب. بعدين كان عنده كارت بتاع تليفون. جبت موبايل ولا لسه؟ اه جبت اشتريت خلاص الحمد لله معاك تليفون. اه الحمد لله الحمد لله. طب كويس مبروك يا جماعه. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. المره اللي فاتت كان معاك لا ولسه والله تليفون. لا لا معاه تليفون. ربنا ان شاء الله يكرمنا ان شاء الله ونبقى كويسين ربنا يسهل. طب يعني لما اسالك نفسك في ايه نفس السؤال اللي غنى نفسي نفسك في ان احنا نعمل ان شاء الله يعني احنا نبقى يعني نبقى بدايه جيل جديد وان احنا نوفق وحظنا كويس ان احنا نتواجد في اعمال فنيه كويسه تبرز امكانياتنا وان يعني الناس تاخد بايدينا يعني النقاد والصحفيين وياخدوا بايدينا عشان احنا عايزين نبقى كويسين يعني لو في عندنا شويه ينموا اللي موجود جوانا عشان في الاخر نبقى حاجه كويسه يعني. انتوا الثلاثه دلوقتي عملتوا تجربه مماثله لمثلا ثلاثي اضواء المسرح لما كانوا بيعملوا زمان توعوا عليهم ولا ما توعوش؟ طبعا اتفرجوا على افلام يعني ما بس حاجه ما كناش اتولدنا بس شفناها ما كنتوش اتولدنا. اه بس هي التجربه مختلفه خالص احنا يعني ما مش هتكملوا مع لا بعض؟ لا احنا مش يعني احنا مش طايقين بعض اصلا. اه يعني دي اخر مره هنتجمع احنا الثلاثه اخر مره هنتخانق مع بعض على الباب ده مره. لا هي التجربه فعلا مختلفه احنا يعني احنا عملنا فيلم مع بعض واسامينا ارتبطت ببعض عشان فيلم انما احمد ممكن يشتغل مع كاست تاني احمد ممكن يشتغل انا ممكن لكن مش ممكن تجربوا التجربه دي مره تانية لو في ورق كويس يا ريت طبعا لو في ورق كويس اه ممكن طبعا ليه لا. المشكله الاساسيه كانت للشباب الثلاثه كان اسمكم ايه بقى في الفيلم؟ علاء. علاء مين علاء؟ علاء ها عفت اشرف عفت ايه مالك في ايه؟ عفت عادي يا جماعه ولا ايه؟ عفت في حاجه عفت؟ مش انا شكلي ينفع عفت؟ ينفع عفت وعصمت كل حاجه قصدك ايه؟ وعفت واشرف هذا الثلاثي كان كل امله في الحياه انه يتفرج على فيلم ثقافي. ايه بقى هو الفيلم الثقافي؟ احمد بقى يقول ايه هو الفيلم الثقافي؟ هو في حد مش عارف ايه هو الفيلم الثقافي؟ انا مش عارف. ايه؟ انا مش عارف. الناس دي كلها عارفه. ما هو الناس دي كلها عارفه. وبما ان الناس دي كلها عارفه فكده احنا يعني فيلم كانوا هيغيروا اسم الفيلم كان مرفوض في الرقابه ليه؟ رقابه التلفزيون. ليه؟ رقابه التلفزيون غير رقابه السينما. صفتها يعني. كلمه خارجه؟ ان كلمه فيلم ثقافي هتطلع للناس وكل الناس عندها تلفزيونات يعني الحمد لله. فحتى يقولوا فيلم ثقافي فالناس تقوم قافله التلفزيون بسرعه ولا وبتاع ويتخضوا ويقفلوا الباب وبتاع عادي الموضوع عادي. انا استغربت والله لما رقابه التلفزيون اعترضت على اسم الفيلم هو بعد كده تفهموا الموقف والاسم اتوافق عليه يعني حاليا يعني يمكن عشان لها ايحاءات في الفولكلور الشعبي الحالي دلوقتي. بس اقول لحضرتك على حاجه يعني فيلم خارج هي ليها ايحاءات طبعا هو فيلم ثقافي كلمه فيلم ثقافي ده لفظ تمويهي بيقوله الشباب على اسم الفيلم الاباحي بالظبط ده الاسم الكود يعني الشفره يعني بس ما فيش يعني احنا مش شايفين انه في مشكله في انه يتذاع اسم يعني يتحط كلمه فيلم ثقافي لان احنا مش بنطرح ثقافه جديده للناس او بنعرف الناس حاجه كل الناس عارفه يعني ايه فيلم ثقافي ده مصطلح بيقوله الشباب عشان الفيلم البورنو. طيب هل عمليه البحث بتاعتكم عن مكان تتفرجوا فيه على هذا الفيلم الثقافي لها معنى يعني بتمثل ضياع طبعا الجيل ده طبعا اللي مش لاقي مثلا عمل اللي مش لاقي سكن اللي مش لاقي هوايه جاده
نتيجة بقى نتيجة بقى الأسباب كتيرة. إيه هي بقى الأسباب دي؟ هو إحنا بس إحنا عايزين تجيل. إحنا عايزين نقول من خلال الفيلم ده إن فيه اهتمامات كتير جدا المفروض هي اللي تبقى نمرة واحد. أي. للأسف الشديد إحنا فعلا وده واقع ومش عايزين ننكره. واحنا سعداء ان احنا بقينا عندنا سينما جريئه وعندنا رقابه جريئه توافق على سينما جريئه، بس احنا فعلا محتاجين نركز شويه ونعرف ان الهاجس الجنسي ده ربنا خلقه فينا، ما حدش فينا هيقدر يستغنى عنه، بس ما ينفعش يبقى هو نمره واحد في اهتماماتنا. يعني الغرب النهارده بقى 17 سنه وبيطلع القمر، احنا النهارده عايزين نتفرج على فيلم، هي دي طموحاتنا. فالحكايه دي مش هنقدر نلغيها من حياتنا لانها غريزه موجوده جوانا، بس مش لازم تبقى نمره واحد، يعني لازم يعني يبقى عندنا اهتمامات وبعد كده تيجي الحكايه دي، وده المقصود من الفيلم. وفي في نماذج جوه الفيلم العكس تماما، يعني شخصيه اخو اشرف اخو فتحي المفروض اخويا في الفيلم اخو الصغير و بيحوش عشان يشتري كمبيوتر وبيعمل عليه شغل في الكمبيوتر، واحنا شايفين انه يعني كمبيوتر ايه يعني، وفي الاخر بنقول ان هو الصح واحنا الغلط. يعني في رساله واضحه ومباشره في الفيلم فيما معناها فوقوا يا يعني شباب. ايوه ما ينفعش تبقوا كده، في حاجات اولى باهتمامكم من كده. لكن وفي نفس الوقت ان هو بنقول ان ايه اللي ممكن يدفع الشباب ان هو يحصل لهم كده. ايوه أكيد. هو ده السؤال. ايه هو بقى اللي ممكن يدفع اللي بيدفع الشباب ان يبقى فيه كده؟ ان يبقى فيه اهمال للشريحه دي، لان دي اكبر شريحه في المجتمع، شريحه الشباب. فالاهمال ليها عدم تحقيق احلامها وامنياتها وطموحاتها في العمل والزواج والفرص المتكافئه، كل دول بيدفع الشباب ان هم يفكروا فيما هو اشياء تافهه يعني. بس ده اللي بيدفع الشباب لكده. يمكن ايضا لان الشباب مالوش دور سياسي او مالوش دور، هو الفراغ. ما هو عدم وجود دور سياسي، عدم وجود دور سياسي لان مفيش رعايه بالشباب، لان الشباب شايف ان هو محبط وان هو احلامه مؤجله وان هو يعمل ايه. طب ما هو بيتخرج، يعني انا واحد اروح اتعلم 6 سنين وبعدين في الابتدائي، 6 سنين في ابتدائي يعني، وبعدين 3 سنين في اعدادي، 3 سنين في اعدادي، وبعدين 4 في الجامعه، ثانوي عديتهم اه، ثانوي اه عديت ثانوي يعني ابتدائي في اعدادي وثانوي. كام سنه ب 20 12 سنه 18 سنه 12 سنه 12 سنه وبعدين الجامعه، وبعدين الجامعه 4 سنين، يعني 16 سنه. يعني انا بتعلم 16 سنه عشان ما الاقيش شغل. طب انا بتعلم ليه طيب؟ بس هي دي كل اللي بعدين. في حاجه مهمه جدا انه احنا برضو في الفيلم بنطرح قضيه مهمه، انه في حاجه، ودي حاجه يعني ده علم معروف في الدنيا كلها، يعني انه في حاجات اساسيه. الحاجات الاساسيه دي البيت والسكن واللبس والاكل والغريزه. اي بني ادم ما يقدرش يفكر وهو جعان، وما يقدرش يفكر وهو عايش في الشارع، وما يقدرش يفكر وهو عريان، ما يقدرش يفكر وهو وحيد. هو برضو عنده كبت كمان، هو عنده كبت طبعا. فنشبع الغرايز دي للناس، وبعدين بعد كده نشبعها انا مرتبطه مع حاله قضائيه منظومه. يعني انا بتكلم طبعا على الاشباع الشرعي، ما بتكلمش على اي حاجه. انت متجوز بقى ما عندكش مشكله بالظبط كده. لا وحتى لو مش متجوز انا هقول نفس الكلام يعني، بس الغرايز دي لما تشبع الناس هتبتدي يعني الجيل الشريحه دي والشباب لازم يكون في فرصه عمل عشان يقدر يبني بيت، علشان يقدر وبعد كده نطلب بقى ان الشباب يشارك في السياسه وفي المجتمع وفي البتاع، انما لازم اشبع له حاجاته الاساسيه الاول وبعدين اقول له تعالى يعني، انما ما سيبوش يعني متلطم كده. هو باختصار باختصار طول ما الشباب عندهم فراغ، طول ما عندهم كبت، طول ما في فراغ طول ما في يعني ما اصل فراغ. يعني انا بقوم من النوم ما رايش حاجه فهعمل ايه يعني؟ لا عندي شغل ولا عندي بيت، يعني لا انا قادر اتجوز ولا قادر اشتغل ولا يعني. دي قضيه بتهيألي كل الشباب بيعاني منها النهارده. كل واحد نفسه يبقى بيشتغل كويس عشان اخر الشهر يقبض كويس، عشان يصرف على بيته كويس، وكلها حاجات متصله ببعض، يعني مفيش حاجه منفصله عن حاجه. فاللي مش هيقدر يحقق الحاجه دي اكيد مش هيبقى عايش حياه سعيده يعني.